لا استاذ عدي، حتى نفرق بين امور وليس يعني باقي الامور نضربها بخلاط ونخبطها كلها مثل الذي يسوون الاعلام. لا بالنسبه انا عندي قيادات مهمه بالتيار الصدري، اقعد وياهم استفسر من عندهم مثل ما عندي ويا الاطار ويا دوله القانون ويا العصائب كلهم، يعني الحمد لله علاقتي طيبه بهم. التيار الصدري يقصد بالسلاح المنفلت، خلي لا حد يخلط الامور. مؤسسة الحشد الشعبي مؤسسة حكومية عراقية صادر بها قانون ومصادق عليه مجلس النواب، ما جبنا طاريها، صادق عليه رئيس الجمهورية وانتهى. التيار الصدري او سماحة السيد مقتدم هو وين ده يقول؟ يقول انا راح اروح اللي اذا تشكي منهم الحكومة ومؤشرتهم، اللي يقول السلاح خارج نطاق الدولة، اللي ماذا يأتمرون بأمرة قيادة الحشد الشعبي أو القائد العام بمعنى فصائل المقاومة سلاحه بتوجيه خاص منه مو من الدولة، هذا اللي راح ينزع سلاحه. أما كحشد شعبي ما إلى دخل لا من بعيد ولا من قريب. الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية ناضلت وقدمت شهداء وقدمت تضحيات وحررت واشتركت يعني بهدوء العراق، ويعني جعلنا قاعدين نسولف انا وياك والاخ الياسري والساده المشاهدين.